تحياتي لكم. جاءتني الكثير من الأسئلة حول احتفالية الخزف العربي المعاصر. ما هي؟ شنو اللي راح تقدموا له؟ وما الاستفادة اللي راح نحصلها من هذه الفعالية؟ الحقيقة هذه ليست فعالية فقط، هي تظاهرة فنية عربية بامتياز. سيكون في هذه التظاهرة وهذه الاحتفالية مشاركة أكثر من 30 خزاف من الوطن العربي، كلهم من قمم الخزف في بلادهم. سيقدمون ورش عمل متنوعة، ستشاهد أكثر من 30 أسلوب فني معين في التشكيل بالطين، ستشاهد أيضا أساليب معينة في التلوين، أساليب معينة في بناء الأشكال الفنية، ستشاهد أيضا احتكاك مباشر مع الخزافين الموجودين وتستمع إلى كلامهم وإلى آرائهم وإلى فلسفتهم. أيضا سيعرض فيديوهات متنوعة حول أعمالهم وحول مشاريعهم في هذا المكان الذي راح يتجمعون فيه، وهو قاعة الفنون في ضاحية عبد الله السالم. بالإضافة إلى أن هناك ورشة لحريق الراكو، وحريق الراكو هي ورشة لآلية التلوين للاختزال الفني لعمل تأثيرات لونية رائعة ومميزة. راح تحضرون وتستمتعون بأساليب متنوعة لهذا الخزافين، كل من سيعمل على تجربة خاصة فيه. سيكون أيضا هناك برنامج فني مهم وهو خاص بالجانب الثقافي، وسيكون هناك معنا حضور لرئيس الأكاديمية للفنون في سويسرا، وهذه أول مرة يحضر للشرق الأوسط في الكويت الآن. وهناك أيضا في نهاية الاحتفالية شيء مهم جدا، وهو الاحتفال بتوقيع كتاب الخزف العربي المعاصر، وهذا الكتاب الذي يضم أكثر من 400 خزاف داخله ويطبع في الكويت، وأيضا للمؤلف الرائع الخزاف الأردني يعقوب العتوم. كل هذا خلال هذا الأسبوع القادم. استمتعوا ولا يطوفكم، هناك أشياء في الحياة لا تتكرر.